السلام عليكم البنات الامهات والمتتبعات ديولي كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي مع فيديو جديد تحت الطلب ديالكم بزاف كتخليو لي عفاكم شاركي معنا ليكيش بلا تكون اقتصاديه وبزاف ديال المعلومات اليوم جيتكم بالمالح اللي كيكون اكثر طلبا في رمضان ليكيش كيكون عليهم الطلب بزاف بواحد العجينه اقتصاديه بلا زبده بلا بيض اقتصاديه وبحشوه اللي كتجي واعره وحتى هي اقتصاديه نشارك معكم حتى رغيفات في الفران بعجينه اللي كتجي مقرمشه وحشوه اللي كتجي بنينه واقتصاديه بالخضر كيجيو بنان بزاف لا العجينه ولا العماره كتجي لذيذه بزاف و... وان شاء الله بواحد التعليكه كتجي خطيره وميني بطبوط ميني بطبوط كيكون اساسي عندنا وديما كنبغيو نوعو فيه ونديرو حشوات مختلفين ومعلكين عرفتوا هذه العماره اللي شاركت معكم البنات جات خطيره جات في واحد البنه ما واحد التعليكه واحد المذاق كيحمق بالعجينه بجميع الاسرار ديالهم ان شاء الله غتجربهم غتولي معتمده عندكم هذه الحشوه وما فيش بزاف ديال المكونات كيف مشتو البنات لاباط ديال الكيش ناجحه مليون في الميه كتجي فيها ديك القرمشه وكتجي لذيذه واقتصاديه تبارك الله وكتعطي كميه كثيره وحتى البنات السر ديال الصلصه ديال الكيش اللي باش كتجيو فيها واحد البنه واعره هنايا الميني مخمار ولا هاد البطيبيطات الصغار حتى هما البنات بالعجينه ديالهم اللي كتكون ناجحه اما العماره كتجي فيها واحد التعليكه بواحد الصلصه ديال الفرماج اللي كتجي خطيره ان شاء الله غنشارك معكم حتى المحل اللي خديت منه الفرماج تمن لي مناسب وفرماج اللي جودة عالية وهذا المحل هذا المميزات ديالو انه ملاصق مع الوزير اللي كيتصنع فيه الفرماج يعني الوزير اللي كيتصنع فيه الفرماج كاين ملاصق مع هاد لابوتيك هادي اللي كيبيعو فيها الجبن ديالهم اللي كيكون طري مية 100% ونعطيكم بزاف الانواع وثمن مناسب اقتصادي والحجم كبير تبارك الله ما غتلقاوش حسن من هذا الجبن هذا وبهذه التعليكه وبهذه البنه وبهذه الثمن غتلقاوها غير عند هذا المحل هذا اللي غنشارك معكم ان شاء الله غنديكم معايا مشيت نتقدى الفرماج اللي غيخصني ان شاء الله لشعبان ونشارك معكم حتى المحل ديالهم هنايا البنات كنت وصلت لابوتيك كاين بزاف ديال الاختيارات وبزاف ديال الفرماج كنا كنقلبوا على ديك الموتزاريلا المعلكه اللي كنبقاو نجبدوها وهي كتجبد معنا وتكون بنينه ومعلقه اهم حاجه البنات الحجم كبير والثمن اقتصادي كاين بزاف الانواع ديال الموتزاريلا البنات بتعليكه ديال الموتزاريلا وبالبنه ديال الفرماج الحمار بالبنه ديال الفرماج الشيدار هذا الشيء كامل غتلقاو غير عند غاسترو ميكست غاسترو ميكست البنات كيصنعوا الجبن ديالهم عندهم في الوزين ديالهم وهذا لابوتيك ديالهم هذا المحل ديالهم اللي لاصق على الوزين اللي بغات البنات تجي للمحل وتقدا منتوج طري 100% يلا خارج من اللوزين محطوط في المحل يعني كتقدي بعينك مغمضين وكاينين بزاف ديال لي شوا بزاف الاختيارات الا جيتي للمحل غتحيري بزاف باش تختاري هادشي كامل لان كاين بزاف الاختيارات كنصحكم تجيو غتلقاو العنوان ديال المحل في صندوق الوصف البنات في اول تعليق مع النمره ديال الفيكس ديالهم الا بغيتو تتصلوا المحل كاين في قنيطره البنات انا راكم عارفين اني كاينه في مدينه تيفلت ناس ديال تمارا النواحي راه قريبه لهم قنيطره يجيو يتقداو الفرماج اللي غيقدم الشهر كامل كاين فرماج نوغيت الكريم فريش المهم كاين بزاف بزاف انا درت لكم دويره في لابوتيك ديالهم باش تاخذوا فكره على الحويجات اللي عندهم اهم حاجه الطراوه والحاجه كتاخديها من لوزين من بلاصتها مهم كتاخدي شي حاجه نتي مرتاحه واهم حاجه في الاجبان ولا في الجبن صلصه الجبن ولا صلصه الكريمه ديال الطبخ تاخديها في واحد درجه البروده معينه يعني تكون بارده فهما كيحرصوا على الجودة ديال المنتوج باش يكون في البرودة اللي خاصو يكون فيها محتفظين به أصلا المحل ملي كتدخلي كتحسي بواحد الراحة نفسية ونقا تبارك الله وداك الشيء منظم ومتول وكتمشي كل حاجة محطوطة في بلاصتها وحتى الاختيارات باينين واضحين كتشوفي كل شيء وكتختاري داك الشيء اللي بغيتي مهم أنا ملي جيت للمحل ديالهم قلت ضروري ندير لكم دورات شوفوا المنتوجات ديالهم كاسترو ميكس ولا تبارك الله معروفه وكيخدموا بها الريست لي ريستون الكبار كيخدموا بغاستروميكس لان التعليكه ديالها والبنه ما غتلقاوهاش في شي, ح... شي فرماج اخر تبارك الله عندهم الجوده الجوده وحتى الثمن مناسب يعني كيكون حجم كبير والثمن اقتصادي مهم كيف ما شفتوا درت لكم هنا دوره خفيفه في لابوتيك انا غنمشي للدار ان شاء الله غنوريكم الحويجات اللي تقديت وكل منتوج والمميزات ديالو عندهم منتوجات سبيسيال زعما غتلقاوهم غير عند غاسترو ميكست آه، لا في البنه ولا في التعليكه ولا في آه، الثمن ولا في كل شيء وكاينين بزاف ديال المنتوجات اللي, اللي ما غاديش تلقاوهم في المحلات غاسترو آه، ميكست موجوده عند المحلات اللي كيبيعوا بالجمله عند الهريه عند الم... اي بلاصه مشيتي غتلقاي غاسترو ميكست شوفي غير اللوغو ديالهم واكدي انه يكون مكتوب فيه لان كاين آه، ماركات اخرين م... كيقلدوها فحرصي ان اللوغو يكون مكتوب في غاستروميكس ولكن عند المحل ديالهم غتلقاي الزبده طريه مية في المية ديال غاستروميكس وغتلقاي لانشون غتلقاي بزاف د الحوايج اللي ما غتلقايهمش عند المحلات هكا الاخرين ولكن دوك الحوايج الاساسيين غتلقايهم المهم هنايا راه كناخد لا كوموند ديالي غير نوصل للدار ان شاء الله غنبارطاجي معكم كل حاجه اللي خديت وغنعطيكم حتى المعلومات عليها باش حتى لا جيتو لا ديالهم ولا بغيتو تقداو غير من المحلات اللي كيبيعوا بالجمله تعرفوا كل حاجه والمميزات ديالها وتعرفوا حتى نتوما اشنو تقداو اللي غادي ينفعكم وغادي تستافدوا منه ان شاء الله هنايا البنات هما الحويجات اللي تقديت من عند غاستقوميكس. وهنا يا البنات غنبدا لكم بميلكا ميلكا موتزاريلا اللي كتقلب على موتزاريلا 100% حليب فيها كيلو اقتصاديه وثمن مناسب كدير تعليكه معتبره ديك موتزاريلا البنات اللي كانت تي كتجري البيتزا وهي تابعك كتعطي تعليكه خطيره خاصكم غير تحتفظوا بها البنات في الثلاجه ملي كتحلوها راه تبقى 20 يوم ولا كتحكوها وديروها في المجمد هذه البنات موتزاريلا بمذاق الشيدار جبن الشيدار فيها مذاق لذيذ بزاف حتى هي البنات فيها البنه اللي كتقلب على البنه وعلى التعليكه فهادي فيها البنه ديال الشيدار والتعليكه ما نقولش لكم بالخصوص الا خلطتوها مع ميلكا راه كتعطيكم واحد التعليكه خطيره وحتى هي فيها كيلو هادي البنات بيتزا شيز غنيه بالمذاق ديال جبن ايدام كنا كنعرفو موتزاريلا في المذاق ديال الحليب بالنسبه اللي كتبغي تعليكه ديال الموتزاريلا والمذاق ديال الفرماج حمر غتلقاهم في هاد بيتزا شيز راه مذاق وتعليكه ما نقولش لكم فيها كيلو حتى هي تبارك الله وثمن جد مناسب اثمنه رائعه و هنايا البنات اللي كتبغي فرماج محكوك ما فيها اللي يبقى يحك راه كاين كل نوع ديال الفرماج غتلقاوه محكوك حتى هو فيه كيلو كتاخذوا منه القياس اللي بغيتو كتحتفظوا به في المجمد وكتبقاو تجبدوا القياس اللي بغيتو كيجيكم محكوك هاد الموتزاريلا الكحله حتى هي البنات راه فيها التعليكه خطيره هي والزرقه لومبالاج الكحل والزرق راهم تعليكه خطيره ولو بغيتوا البنه راه يا اما بالجبن الاحمر يا اما بالشيدر وكيبقى لكم الاختيار هنايا البنات هذه صلصه الجبن هذه البنات خطيره 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 مذاق الفرماج خطير كتصلح للطاكوس المخيمرات شي حاجه كنبغيوها معلكه غنديرو فيها هاد دف... الصوص ديال الفرماج خطيره مهمة البنات راه بعد ما كتحلوها كتبقى 20 يوم في الثلاجه غير هي تكون في الثلاجه تكون بارده وما كطيبش غير كتسخن وهذه البنات كريمه الطبخ اللي كتصلح ليكيش الكغاتان كتعطي التعليكه والبنه كريم برو البنات حتى هي تبارك الله فيها كيلو حجم اقتصادي وثمن مناسب كتصلح 30 يوم من بعد ما كتحلوها كتبقى 30 يوم في الثلاجه غير هي بها في الثلاجه في مكان بارد وهذا البنات فرما ساندويش ادميرابل من عند غاستروميكس كيجي بجوج د المذاقات مذاق عادي ومذاق الشيدار اللي كي كيجي بمذاق الفرماج احمر كيعطي البنه حتى هو هكا يا الطاكوس الساندويشات كيعطي البنه وحتى كي ملي كيذوب كيجي معلك ولذيذ ومذاق واعر مهم هادو هما القضيه اللي تقديت ان شاء الله لهذا الشهر هذا من عند غاسترو ميكس انا مشيت حتى للمحل ديالهم وتقديت هادشي الشيء الطري المحل راه كاين في الوزير اللي كيصنعوا فيه هاد الشيء هذا واللي بغات اي معلومات غتلقاهم ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق هنايا غندوزو ان شاء الله نبداو بليكيش عجينه ليكيش اقتصاديه بلا بيض بلا زبده وناجحه وكتجي خطيره هنايا البنات عندي ثلاثه الكيسان ديال العنبه ولا 300 غرام ديال الدقيق الفورس ضفت ليها قبيصه ديال الملحه معلقه كبيره ولا جوج معلقات صغار ديال السكر سنيده نص كاس ديال الزيت هاد الكاس ديال, ديال العنبة عبرو به تلاتة الكيسان ديال الدقيق وغديرو معاهم نص كاس ديال الزيت هنايا م# ديال المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز متكتروش غير راس ديال المعلقة صغيرة صافي هنايا في الأول غدي نبسبسو الدقيق مع الزيت والمكونات اللي ضفنا وكنجمعوه بالماء انا الكميه مضبوطه ديال الماء اللي غتقدكم لهاد الكميه ديال الدقيق باش تجمعها لكم اول حاجه ضروري ترملو الدقيق مع الزيت مزيان مزيان باش كتجي ديك الترميله ديال اللي كيش ديك ديجي مرملين وزوينين ضروري تخدموا الزيت مزيان مع الدقيق حتى كيترمل كي هنا عندي نص كاس ديال الماء عادي من روبيني غنضيفو وغنشوف الكميه مضبوطه اللي غتهز لي غتقدني باش غتجمع ليا هاد العجينه هذه صافي هنا كيف ما شفتوا البنات ما قدنيش باقي العجينه ما غنزيد واحد ربع كاس ديال الماء المهم انايا الكميه اللي هز ليا هي كاس قل ربع ضفت في الاول نص كاس وفي الثاني زدت ربع كاس ديال الماء وانتم عينكم ميزانكم عاوتاني كميه الماء راه كتختلف على حسب نوعيه الدقيق راه يقدر البنات غير نص كاس ديال الماء يجمعها ليكم انا درت نص كاس وزدت ربع عاد جمع ليا العجينه العجينه ما كتبغيش تدلك غير تجمع ملي ترملوها في الاول مزيان من بعد غير جمعوها هكايا غير تجمع ليكم ها مشو تكون مجموعه وصافي انا كنحلها باش تبان لكم ما تدلكوهاش نهائيا صافي هنا غندوز مباشره نخدم بها الا كنتو بغيتو مازال حتى توجدوا العماره ولا هكا ما مزروبينش بها ديروها في الثلاجه لتحت احتفظوا بها انا لان مباشره غندوز نخدم بها صافي خديت كتاخذوا يا اما جوج بلاستيكات ولا هاد البابي كويسون هاد الورق ديال الطهي المهم كتبسطوا العجينه ما بين جوج بلاستيكات ولا هاد الورق هذا كتبسطوها هكايا فيه وكندوزو كنسرحو لي مول ديال ليكيش كيش باش هاد الطريقه هادي كتجي صراحه ساهله كتحطو ديك البلاستيكه ولا داك البابي اللي سرحتو فوق منه العجينه كدوزو بالعليهم هكا بالمدلك حتى كتقطع العجينه على القياس ديال هادوك ليمول غدي لي مول اللي غادي تلبسو ليهم لاباط ديال الكيش هاد الطريقه كجاتني صراحه عمليه حسن ما تبقاو تقطعوا بالدوائر وعاد تلبسوا ليكيش هكا كتجي ساهله كتبقاو تهزو دابا كل قالب بوحديتو ديال الكيش وكت ليه ديك العجينه مزيان كتحاولوا تضغطوا عليها بالاصابع ديالكم على الجناب حتى كتغطى داك المول كامل بالعجينه صافي هكا طريقه سهلة انا غنستمر هكايا غنبقى نبسط العجينه ونسرحها فوق من هادوك الليمون ونلبسهم العجينه من بعد غنقول لكم بالضبط هاد الكميه تبارك الله راه هذا الليمون عندي كبار ديال لي كيش غنعطيكم بالضبط شحال هل... عمرات لي من قالب ديال الكيش كتقام اقتصادية لاف كتعطي كميه كثيره وحتى البنات اقتصاديه ما فيها لا بيض لا زبده هنايا غندوز للعماره ندير البصله الخضاريه دابا راه موجوده تبارك الله ولا البورو اللي توفر لكم انا تقريبا انا درت ربعه ديال الحبات ديال البصله الخضاريه شحرتهم واحد شويه مع الزيت الروميه وزدت لهم واحد رابعه ديال لي زيبيناغ ولا السبانخ خديتها غسلتها مزيان ودوزتها في الهاشوار وزدت عليهم درت عليها غير مليحه ولي بزار وشويه ديال بودره الثوم ولا بودره البصل غير باش كتنسموها كتشحروا واحد شويه كتطلق الماء حتى كتنشف من داك الماء ديالها وكندوز مباشره نوزعها على هذوك القوالب ديال اللي كيش اللي وجدت معاكم كيف ما شفتوا البنات 300 غرام ديال الدقيق تبارك الله عمرات لي 14 قالب ديال الكيش وبحجم كبير ماشي صغارين هنا البنات خديت لا دفيمي أه تقدروا تستغناو عليه ولكن مع لي زيبينار كيعطي مذاق خطير أه خديت البنات غير ديك الباكيه ديال 8 دراهم كتقطعوها مربعات صغار وكتديروها فوق من لي زيبينار هنا غندوزو نوجدو لا ديال لي كيش ولا صلصه الكيش اللي ضروري باش تجمع لينا هاد الحشوه هذه هنايا غدرت فهاد هذه جوج بيضات قبيصه الملحه والابزار شويه الكوزه محكوكه ضروري كتعطي مذاق واعر لهاد الصوص هادي انا في الاول درت جوج البيضات البنات من اللي بديت كنخلط جاتني بان اللي عندي لي كيش بزاف ما غاديش يقدوني وزدت البيضه الثالثه من ثلاثه ديال البيضات مع مليحه وليبزار وشويه الكوزه محكوكه كتخلطوا في الاول البيض مزيان حتى كيطلق ومن بعد غنزيدوا عليه كريم برو كريمه ديال الطبخ ديال غاسترو ميكس اللي كتعطي واحد المذاق خطير اللي كيشعل البنات واعر ملي تحلوها راه تحتفظوا بها الثلاجه لمده شهر راه فيها اطرو ثمن مناسب وكتقام عليكم رخيصه كتقام اقتصاديه حتى ما تبقاو تاخذوا هذوك الصغار اما المادة الخطورية والتعليكه راه ما نقولش لكم خطيره في واحد البنه واعره صافي هنايا بعد ما خلطتها مزيان مع البيض كديروا جهد كاس منها لانها خادرة تبارك الله ثقيله كاس ولا كاس ونص مع ثلاثه ديال البيضات كنخلطوهم مزيان وكنوزعوهم على القوالب ديال اللي كيش كنخليو واحد شويه لان تبارك الله كتنفخ وكتطلع مع البيض في الفران كان نعمروا القوالب ديالنا كاملين وغندخلهم الفران هنايا غنزيد لهم شويه ديال الفرماج من فوق قطيت هذا الفرماج هذا بيتزا شيز تعليكه ديال الموتزاريلا والبنه ديال الفرماج حمر فيها واحد البنه واعره حكيت منه هكايا وغندير شويه من الفوق عرفتو ما لكم على جات فهاد لي ما نوصفش لكم خاصكم تجربوها مع ديك الكريم برو والمذاق ديال هاد بيتزا شيز واحد المذاق خطير صراحه المالح راه هو الفرماج التعليكه والبنه كتجي خطيره صافي دخلتهم من الفران يطيبوا وهنايا غادي ندوز نوجد معكم واحد الرغيفات معمرين كنبغيو الرغيفات هكا مالحين معمرين في رمضان وهاد الوصفه غتجيكم زوينه وتسجلوها عندكم غتولي معتمده عندكم ان شاء الله هنا كيف ما شفتوا درت 400 غرام ديال الدقيق الفورص مع 100 غرام ديال الدقيق الفينو ولا ربعة الكيسان ديال الفورص مع كاس واحد ديال الفينو درت عليهم قبيصة الملحة خمارة ديال الحلوة معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة وغندير واحد جوج معالق كبار ديال الخل بيضة كاملة وغندي نجمعو بالمعادي من الروبيني هنا عمرت عم كاس ديال الماء من الروبيني بالضبط شحال هزات ليا ديال الماء صافي هنايا في الاول ما تحتاجوش ديروا العجانه لان غنخليو هاد العجينه ترتاح كتبقى تدلك غير بوحدها لان ما فيش الخميره كتخليوها ترتاح كت كتبقى تدلك هنايا زدت نص كاس ديال الماء المهم كتهز لكم ما بين كاس ونص ديال الماء المهم ديما انا كنعطيكم كميه الماء مضبوطه ولكن نتوما ضيفوا غير شويه بشويه على حسب نوعيه الدقيق حجم البيض المهم راه كتخت كميه الماء ما يمكنش تكون مضبوطه كتختلف هنا تقريبا كاس وربع اللي هزات ليا ديال الماء كندلكوها واحد شويه غير كنديوها ونجيبوها واحد شويه وغنديروها في بلاستيك وغنخليوها نساوها ندوزو نوجدو شي حاجه انا هنا كنت كنخدم هكا وهكا فدرتها في هذا البلاستيك خلا نخليها ترتاح كدوزو توجدو العماره ديالها كدوزو تقديو شي حاجه كتخليوها كتبقى تدلك غير بوحدها في بلاستيك خليتها انا دزت هكا كنت كنوجد في ليكيش دازت كملتهم وعاد رجعت ليها صافي هنايا ملي كترجعوا ليها كتلقاوها طلقات وبحال الدلكات غير كديوها وتجيبوها واحد شويه وكدوزو تقطعوها انا هاد الكميه هادي ديال يمكن لكم تقسموها على 12 كره غتجي 12 مسمنه بقياس هكا يا تبارك الله اللي كيجي كي هو هذاك صافي هنايا قسمتهم كاملين 12 كره غنغطيهم بالبلاستيك وغنخليهم يرتاحوا وغندوزو نوجدوا العماره اللي غنعمروهم بها هنايا غنديرو الخضره كاملة اللي عندنا انا درت حبه ديال الخيزو محكوكه كورجيت البصله الخضريه درت ثلاثه ديال الحبات والفلفله حمراء وخضرة آه, مقطعين في الهاشوار البصله والفلفله في الهاشوار وكورجيت وخيزو حكيتهم غير في الحكاكه مع شويه الزيت الروميه كتخليو الخضيره ديالكم حتى كدبال من بعد غنزيدو التوابل مليحه ليبزار الكمون التحميره شويه السودانيه ولا الحار تقريبا واحد جوج كبيرة كبار ديال القزبر ومعدنوس صافي هنايا كديرو بواطه ديال الطون درت ديال مطيشه عطا واحد المذاق واعر ولا بواطه الطون ديال الزيت لي لي بغيتو صافي غنخلطو ينسجم مع الطون مع الخضر هنايا البنات غنزيد باكيه ديال الفيرميسيل ديك الباكيه الصغيره درت غير النص ديالها صافي وتقريبا واحد معلقة كبيره ديال صلصه الصوجه هنا غنحركو الفيرميسيل غير تنسجم مع الخضره والطون وغنطفي عليها البوطه وهي العماره ديالي موجوده خليتها كتبرد وغندوز نورق هاد هنا هنايا دوبت الزبده تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده يا اما ديال البواطه يا اما مارغارين اللي توفر ليكم وزدت عليه واحد جوج مع ديال النشا الزبده دايبه كتزيدوا عليها واحد جوج معالقات كبار ديال النشا صافي هنايا في الاول كتورقوا الكريصات ديالكم غير بالزيت غير بالزيت بوحديتو اهم حاجه اللي كنقول لكم دائما التوراق تورقوا حتى كيبان لكم السطح اللي كتقارصوا فوق منه هذاك هو السر ديال القرماشه صافي هنايا غناخد هاد ادميغابل هاد, غن هاد, هاد الجبن سندويش هو اللي غنعمر به هاد المسمنات هادو غناخد هاد الجبن هذا العادي كيعطيو واحد عليكا وبنه واعرة تقدروا ديروا اي جبن بغيتو من عند غاستروميكس تعمروا به هاد الرغيفات ديالكم انا بغيت ندير هاد الساندويش هذا صافي غندير واحد المعلقه عامره كبيره من هادك الحشوه وغنزيد مربع ديال الفرماج ساندويش غنحطو هكا فوق من العمارة و كنرد جناب ديال العجينة على بعضياتهم من بعد قبل ما كديروها البنات العمارة كدهنو بدك الخليط ديال الزبدة و مايزينا عاد باش العمارة و كطويوها على شكل رغيفة مربعة المهم غنعاود معكم وحيدة في الأول كتبسطو غير بالزيت بوحديتو كنأكد ليكم حتى كتورقوها مزيان كدهنوها بالخليط ديال الزبدة و مايزينا اللي وجدنا و كنديرو واحد الكمية هكا من العمارة و كنحطو فوق منها فرماج ساندويش ديال غاسترو ميكس كنعاودو ندهنو بالزبده وكان نطويوها آه كيف ما موضح عندكم في الفيديو كتجي هكا على شكل رغيفه مربعه صافي من بعد كناخذ بيضه كنزيد عليها قطيرات ديال الخل وكندهن الوجه ديال الرغيفات وغندخلهم للفران اللي يكون سخون على 200 درجه يطيبوا من التحت يتحمروا وعاد نشعلو عليهم هكا من الفوق هنايا بعد ما دهنتهم بالبيض غنرشهم شويه ديال البافو وغندخلهم للفران وغندوزو نوجدو المخيمرات هنايا المخيمرات غنديرهم في العجانه انكم عارفين العجينه ديال المخمر خاصها شويه تدلك من الاحسن نديروها في العجانه ولا ندلكوها واحد شويه بيدنا هنايا غندير ربعه ديال الكيسان ديال الدقيق الفورص كنغربلوهم ولا 400 غرام ديال الدقيق وغنزيد عليها جوج كيسان ديال الفينو ديال القمح سبيسيال ولا 200 غرام الا درتو 400 غرام ديال الدقيق الفورص ديروا نص ديالها فينو 200 غرام ديال الفينو مليحه معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز خميره الخبز والماء دافي صافي غنديرهم انا في العجانه يتعجنوا هكايا لانكم عارفين العجينه ديال المخمر كتبغي شويه دليك انا نخليهم يتعجنوا كنبقى نضيف الماء شويه بشويه ضروري يكون دافي باش تفعل الخميره وتخمر لينا العجينه ديالنا دغيا بالخصوص دابا الجو باقي شويه بارد ضروري ندفيو الماء في العجينه صافي هنايا بعد ما دلكو غنحيدو من العجانه ونخليهم يخمروا ها ما شوفوا العجينه ديال المخمر تكون مرخوفه شويه ما تكونش قاصحه كندير شويه ديال الزيت في يدي غنجمعها وكتخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها ضروري باش يجيو المخمرات ناجحين يجيوكم منفوخين يوم وخاون من الوسط تكون العجينة مرخوفة شوية ما تكونش مدقصة وتخليهم يخمروا صافي هنا غنغطيهم وغنخليهم حتى يبالية ضعف الحجم ديالهم عاد نرجع عليهم وهنا يا البنات كنخليو العجينة شوفو حتى خمرات شوفو تبارك الله ولات بحال الشهدة كاملة متقبة صافي هنا يا غنخويوها غير من اللي هو اللي فيها وغندوزو نقطعوها هنا البنات المخيمرات كاينين جوج طرق يا يعني اما غتبسطوا هاد العجينه بالمدلك وغتقطعوا بالقطاعه ديال البيتزا قطعه دائريه على حسب القياس اللي بغيتو انا كنفضل هاد الطريقه هادي اللي غنشاركها معكم كتجي نتيجه افضل وكتجي حسن ما تبقى تشيط لكم العجينه وتجمعوها وتعاودوا تبسطوها وتقطعوها وتجمعوها هذه كتجيكم سهله والعجينه كامله كتشكلوها في الاول مخيمرات صغار كامله شكلتها 40 غرام كل مخيميره فيها 40 غرام حتى شكلتها كامله غطيتها خليتها ارتاح تقريبا واحد عشرة دقائق وكندوزو نقرصوهم هنايا يعني كتقرصوهم يا اما بدقيق الفورص يا اما خلطوا الفينو مع الفورص ما ديروش الفينو بوحدو لان يعني كيجيو حرشين وبحال هذاك الدقيق الفينو كيقصحهم شويه من القشره ديالهم الفوقانيه كتقصح يا يعني اما خلطوا الفينول فورس يا يعني اما قرصهم غير الفورس بوحديته قرصتهم كاملين كيف ما قلت لكم 40 غرام في الوحيده وغنغطيهم ونخليهم هنا يخمروا حتى كيبانوا طالعين بداو كيخمروا كندوزو نديروا المقله ديالنا تسخن مزيان مزيان وكنبداو نطيبوهم هنايا طيب مهم البنات غير كتحطوا المخيمرات ديالكم يشدوا راسهم كتقلبوهم هما كيطيبوا وانتم كتقلبوا فيهم هذا هو السر باش كيتنفخوا وكيجيوكم خاوين من الوسط كيف ما كتشوفوها ما تبارك الله بداو كيتنفخوا في المقله وهما كيطيبو وحنا كنقلبوا فيهم ومن الافضل باش تجيكم النتيجه احسن اه ما ديروش المقله الثقيله انا درت المقله الثقيله حتى عندي كبيره وغادي نطيب كميه كثيره في دقه واحده نتوما من الافضل هاد المخيمرات بالخصوص طيبوهم في مقله تكون خفيفه باش دغيا كتوصلهم العافيه ودغيا كيتنفخوا وكيطلعوا من الافضل المقله الثقيله ما كتصلحش لهاد المخيمرات الصغار باش يجيوكم منفوخين مزيان صافي هنايا مع تبارك الله كيتنفخوا كيبقاو دوك الجنيبات بيضين كنبقى ندورهم هكايا في المقله على الجناب حتى كيتحمروا ليهم دوك الجنيبات وكتجيو هكا واحد المنظر فيهم زوين المهم كيبقى لكم اختيار انا هنايا درت معاهم شويه الخاطر وطيبت ليهم الجناب حتى كملتهم غندوز نوجد العماره اللي غنعمر بها هاد الخيمرات هادو هنايا جوج بصلات خضاريين درتهم في المقيله مع شويه الزيت حتى كيدبلوا وغنزيد ليهم صدر ديال الدجاج مقطع طريفات أه على حسب كميه المخيمرات اللي عندكم درت شويه الملحه شويه الابزار بودره ديال الثوم نص معلقه صغيره ومعلقه صغيره ديال لا موطارد نشحروا هاد الدجاج مع هاد البصيله حتى كيدخلوا الطياب وغنزيد المكون الرئيسي والاساسي في هاد العماره وهو هاد صلصه الجبنه شيز صوص سميتها كتجي واعره هادي البنات هادي صلصه الجبن مركزه يعني فيها مذاق الجبن مركز وخطيره ولكن ما خصهاش طيب بزاف ما مده طياب بزاف غير تسخن غير تطلع فيها غير ديك الغليه باش كنعلكو بها الحشوات وصافي ما خصهاش طيب بزاف غير تسخن صافي كتجي واحد المذاق خطير واحد التعليكه بالخصوص البنات الا خلطتوها في, الوصفات هي والكريمه ديال الطبخ هي وكريم برو ديال الطياب اللي درت معكم فيها كيشي الا تخلطوا بجوج في القات في لي في كتجي واحد المذاق خطير معلك عرفتوا هاد المخامر راه جاو كيسطيو ديك المذاق ديال هذيك لاصوص جربوه البنات الله يعطيكم الخير الا ما جربوها ورجعوا كتبوا لينا في التعاليق وقولوا لي كي جاتكم غير هي ما خاصهاش طياب غير تسخن انا كنأكد عليكم وتحتفظوا بها في الثلاجه في مكان بارد من بعد ما كتحلوها راه كتبقى 20 يوم في الثلاجه ومذاق هالديد وتبارك الله الحجم كبير والثمن مناسب ها هما البطيبيطات البنات كيجيو كي تبارك الله خاوين ومفخخين رطبين غنفرش ليهم الخس وغنعمرهم بديك العماره اللي درت معكم ديال الدجاج والفرماج جاو واعرين جات فيهم واحد البنه ما ما كتوصفش اللي بزاف صافي كيف مشتو العماره ديالنا هي هذه دي. كتفرشوا لها الخس وكتعمروها تقدروا تزيدوا دي طريف ديال مطيشه انا اكتفيت غير بالخس وخديت شويه ديال الفرماج محكوك انايا درت بيتزا شيز موتزاريلا بالمذاق ديال الفرماج حمر ولا بمذاق الشيدر المهم هذاك راه فيه المذاق لذيذ هذاك ديروه في الوصفات هكا تزينوا به كيعطي واحد المذاق واعر صافي حكيته في الحكاكه الرقيقه وسديت به الفم ديال المخيمرات وها هما ليكيش بعد ما طابو كتجي لاباط خطيره كتجي مقرمشه ومحمره اما العماره فما نوصفش ليكم كتجي بنينه بزاف بزاف تقدروا ديروا العماره اللي بغيتو بالدجاج بالخضره بالطون اهم حاجه ديروا الكريمه ديال الطبخ كريم برو ديال غاستروميكس اللي كتعطي واحد البنه واعره ليكيش كيش ها شوفوا تبارك الله لاباط جات خطيره غير جربوها ان شاء الله اقتصاديه كيف ما مكونات جد جد بسيطه ومتوفره وتبارك الله كتعطينا كميه كثيره وهادو الرغيفات اللي تاوما كيجيو مقرمشين ومعلكين زينتهم من الفوق بشويه ديال فرماج شيز اللي حكيت في المخيمره زينت به حتى الفوق شويه ديال المعدنوس وهادو هما الوصفات اللي كيكون عليهم الطلب كثره في رمضان كيش المخيمرات وهاد الرغيفات اللي كيكونوا معمرين في الفران هادو اكثر الوصفات اللي كيكون عليهم الطلب كثرة عطيتهم لكم معلكين بحشوات ساهلين اقتصاديين وان شاء الله غادي تجربوهم ما غتبقاوش تستغناو عليهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتو منه ما تنساونيش من التعاليق بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش تعمل الفائده وتشجعوا المحتوى ديال القناه أي اقتراح اي تساؤل خليوه ليا في التعاليق وغنقول لكم السلام عليكم ونطلقوا فيديوهات جايه ان شاء الله